عيسى مع هذه الابتسامة الحلوة. مساء الخير. مساء النور محمد، عجبتني هذه غاوي لكن عيار. أيوة غاوي وعيار في نفس الوقت. يستوي ولا ما يستوي؟ أتوقع يصير الغاوي يعني الحلو. شوف المصطلح الجميل لحميد البلوشي اللي صاغ لحنا وأداء وغناء صلاح الزجالي. والغاوي تعرفه من هو كان؟ من هو؟ من كان؟ الغاوي كان المنتخب في 2009 يتوج بكأس الخليج أول مرة في تاريخه. أيوة. وهذه الأغنية كانت بنسبة هذه. والعيار؟ هو أتوقع هو العيار. معروفة أيضا. والحيان؟ والحيان عاد من حيانك أنت. مصطلح لا 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 مصطلح من حيانك كلنا صلاح. الحيان كلمة تطلق على الأهل. هذه كانت في أغنية معروفة أيضا لمن؟ لحميد البلوشي. حميد البلوشي اللي ينقب في هذه المصطلحات الجميلة بالضبط. وهذا الموروث الرائع. فنان كبير أبو محمد، له بصمة وله بصمة في حتى في برنامجنا كل يوم نسمعه وله لمسة. هذه أبو محمد يعني هذا المقدمة الرائعة يعني من ألحانه، وتسمع صوتك اليوم يعني شيء جميل وله بصمة. طيب اليوم عاد بنسحره؟ بنسحر إن شاء الله. اليوم أبو محمد ما عندنا من مطبخ معين، عندنا خذينا سمك السلمون وكذا. ايش خذيت؟ سمك السلمون. السلمون. سلمون. زين. كذا من كذا مطبخ كذا مثل ما يقولوا من كل بستان زهرة. زهرة. أوكي. ايه. فحطيناهم في طبق واحد، سلمون بالبطاطا المشوية مع صلصة الزبدة بالليمون هذا. قبل هذا إن شاء الله عندنا شوربة الطماطة بالريحان. يعني اليوم لا أعطيتنا لا عيش ولا أعطيتنا خبز. لا. أبداً. في بطاطا. تبي تنومنا كذا خفاف. إن شاء الله زين إن شاء الله. وال إيش قلت لي؟ شوربة الطماطم بالريحان. طماطم بالريحان. بالريحان. يعني أعرف أنا شوربة الطماطم بس بالريحان. الريحان. لا لا، هي السر اليوم اختيار المكونات. يعني مستوحى من حاجة يوم تجي أنت وضيفك إن شاء الله بنشرح هذه الأمور كلها إن شاء الله. بتشربنا شيء اليوم؟ شيء عصير؟ في عصير لكن هذه مفاجأة. هذه اليوم هذه المفاجأة ما قدرت نازل عنها. أنا شايف مقصص شيء أنت هناك. لا خلاص لا تتكلم عنها الحين، خلي يجي ضيفنا فإن شاء الله راح نفاجئه بهذه. عيسى البلوشي بيبدأ من الحين إعداد السحور إن شاء الله لمدة ساعة. خلاص بتكون أمورك طيبة؟ جاهزين إن شاء الله. عيسى البلوشي وسحورنا وهالمطبخ الجميل الأنيق. وتحية أيضا للفرقة. فرقة جاهزين؟ أوتار الشرق مساء الخير. مرحبا بكم جميعا في مطبخنا مع عيسى البلوشي، واليوم شرفنا صلاح الزجالي. مرحبا يا أبو صلوح. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. اليوم اليوم لا 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 شيف. اليوم دلع. اليوم دلع. اليوم عارف انك انت موجود. انا اوريدي مدلعيني ترى في رمضان والرجيم. لا لا قلت لك يؤجل. يعني الى اشعار اخر بعد ثلاثة ايام العيد. على فكره بعد الدلع مستمر يعني بعدها. اي طبعا ثلاثة ايام العيد. تدخل عاده المطبخ ولا ما تدخل؟ والله اكذب عليك. احنا ما يعني قالوا لي انت ماهر يعني طباخ. والله انا لا يضاهيك عيسى، انا متذوق جيد للاكل ولكن للاسف ما ادخل والله المطبخ ابدا. يعني ساعات بالغلط. يعني ولا الشاي هذا اللي انا وياك نعرفه. لا ابو محمد اذا تاخروا علي ما جابوا لي الاكل بعدين اتشيك اروح داخل. هذه الشغله الوحيده اللي بسويها. اليوم اليوم عيسى عاده عيوش وكذا وغيره، فشوف اليوم يعني اشوف ماذا. انا اولا انا حاب ارحب فيك شيف عيسى. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك. يعني طاقه جميله واليوم عاد يعني تشرف بتذوق الاكل. شكرا شكرا والله شرف كبير. انت محضر لنا حاجات طيبه ابو محمد. العصير العصير اليوم العصير إيه؟ اليوم اليوم العصير مستوحى من كلمات احد اغاني النجم خوخا ورمان. خوخن ورمان. اسمع ريحة عمان. هذا اليوم عصير هذا أول مرة. صلاح ايش سويت فيه؟ خلاص التأثير. هذا أول مرة. احنا قعدنا أمس وحضرنا وسوينا ما تكلم أبدا. لا لا برافو برافو. هذا هو التأثير. شفت الفن ايش بيسوي؟ خوخ ورمان. خلاص هي هذه المصطلحة. يعني يعني حقوق هالعصير عندي انا. أغنية علو. علو هي. سحورك عادة كيف يكون؟ سحوري والله يعتمد. ساعات ثقيل وساعات خفيف. نخش على الثقيل ساعات بس يعني. يدخل المزاج فيه بعد؟ المزاج لا والله كله عادي.
ايام رمضان اقول لك صراحه انت تسحر بدك تسحر انا بفرح الناس بواحد بيفوز معنا او وحده ب 2500 ريال يا سلام مره وحده الف مبروك مقدمه 2500 ريال وسحبنا قبل شويه على 500 ريال 250 ريال 250 ريال ان شاء الله ايضا جوائزنا وهدايانا تتضاعف خلال الايام القادمه ما عليكم الا ارسال فقط كلمه على السحور للأرقام اللي تظهر عادة على الشاشة وهذا يعني صلاح خلاص الآن إن شاء الله عجبك السحور أستاذنا الحين حتى الكلام ما بيطلع والله الأكل طيب جدا 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 تسلم لي شكرا 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 يا أبوي عطني عيسى عطني رقمك بعد البرنامج ما يهمك إن شاء الله من بكلمة عاد الحين لا لا والله حاجة عظيمة بس خوخ ورمان أنا ما جربت إذا شوف خوخ ورمان وعطينا إياها هذه الأغنية الحين صلاح شكلهم الفرقة جاهزين هي بناء الخوخ ورمان طوالي خلاص القفله عندي يعني ما نختم مع صلاح الزجالي اللي نورنا وشرفنا اليوم يسعدك. في برنامجنا شكرا يسعدك. جزيلا صلاح لحضورك كل عام لتواجدك شكرا لمقدمتكم الرائعه الله يسعدك الله يسعدك الله يبارك فيك ويسلمك اختم مع عيسى البلوشي شكرا عيسى البلوشي لازم وشكرا لكل المشاهدين والمتابعين تحيه لكم من مسقط مول في العاصمه العمانيه مسقط بكره ضيفنا ان شاء الله سمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد سنتعرف عليه سنقترب من هذا الشاب الرائع وهذه تحيات المخرج إبراهيم الزجالي وتحياتي أنا خالد الزجالي شكرا صراحة والختام معك مسكن وريحان ليتني جرى واشوفه دنا علم كان يعلو بريحة عمان يعلو خوخ ورمان يعلو مسكن وريحان ليتني جرى واشوفه دنيتين دنا علم كان يعلو بحب رشاش